اتفضل. دلوقتي انا شاركت خالي على حته ارض وبنينا عماره من باب ان انا هتاجر بعد كده وكده يعني، تمام. فنصيبي في العماره ديت شقتين او ثلاث، تمام. ولكن نظرا لظروف الراهنه والوضع ان مفيش اي بيع او شراء والدنيا واقفه، فانا قررت بقرارات نفسي ان انا مش هتاجر، هعملهم لاولاد وخلاص، هستثمرهم اخليهم لاولاد افتخار او كده، ولا اعلم نيتي في الغد يعني، ما اعرفش بكره ممكن ايه اللي يحصل. خلاص، ليس عليك زكاة بهذا التوصيف المذكور. لازم يبقى في ذكاء حتى وان كانت الافتخار او على حد. السلام عليكم.